ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. أهلا بك ياسين. إذن المهمة الأوروبية تزيد من عدد سفنها، طبعا هذا بالإضافة إلى الإعلان عن تدمير عدد من الزوارق والمسيرات التابعة للحوثيين. كيف ترصد كل هذه المستجدات من عندك؟ نعم مروج، إذن هي مرحلة تدشين وتصعيد عمليات الحوثية الهجومية بالزوارق المسيرة التي شكلت تأثيرا خطيرا على الملاحة الدولية وعلى أيضا المرور من المسارات الحيوية سواء في البحر الأحمر أو باتجاه خليج عدن، وهو أيضا ما أعلنت وما تعلن عنه مرارا القوات الأمريكية المركزية بتدميرها مؤخرا 4 زوارق كانت على وشك الاستعداد لتنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وكذلك أيضا مسيرتين، وكذلك أيضا إعلان المهمة الأوروبية عبر فرقاطتها المنتشرة في خليج عدن وفي البحر الأحمر من تدمير 1 المسيرات الحوثية التي كانت على وشك استهداف 1 القطع البحرية وكذلك السفن المنتشرة في هذه المنطقة، بينما أيضا تقول جماعة الحوثيين بأنهم مستمرون في عملية استهدافهم وفي عمليات تصعيدهم، خاصة بعد العملية الأخيرة التي استهدفت السفينة يوتر والتي أدت إلى إغراقها عبر استهدافها بقارب مسير وكذلك استهدافها بصاروخ باليستي. وما قاله أيضا زعيم الحوثيين بأن جماعة من المسلحين في القوات البحرية التابعة لهم اعتلوا هذه السفينة وقاموا بتفخيخها وتفجيرها، وقد وثقت جماعة الحوثيين هذه العملية، وهو ما يؤكد أن جماعة الحوثيين نشرت العديد من القوات البحرية التي أيضا قال بالتوازي من حديث جماعة الحوثيين وزعيمها الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام الذي قال أنهم قاموا بترميم كل للقوات البحرية وأنها مستمرة في عملياتها وأن القادم أعظم مما حصل حتى هذه اللحظة وأن العمليات سوف تستمر. كما أيضا تحدث زعيم الحوثيين على أن العمليات لاستهداف السفن بلغت 153 سفينة تم استهدافها سواء في البحر الأحمر أو في خليج عدن، وكذلك أيضا باتجاه البحر الأبيض المتوسط وباتجاه المحيط الهندي حسب تصريحاته يوم أمس. وتحدث على أن هذا الأسبوع شمل 10 عمليات استهدفت 8 سفن، وكانت هذه الاستهدافات تمت بصواريخ باليستية وكذلك مجنحة وقوارب مسيرة وكذلك طائرات مسيرة. كما قال أيضا أنهم نشروا القوات البحرية في المناطق العميقة وأنهم قادرون على الوصول حتى إلى أعالي البحار، بينما أيضا على التوازي من ذلك قالت جماعة الحوثيين عبر وسائل إعلامية خاصة بها أنها شيعت 9 من أفراد قواتها في المناطق التي تسيطر عليها وخاصة في صنعاء وصعدة معقل الحوثيين، 9 من الذين قتلوا ربما في غارات سابقة للقوات الأمريكية والبريطانية، وانتشرت هذه الغارات في 24 الساعة الفائتة سواء كانت في الطائف بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة وكذلك أيضا في منطقة ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة. ياسين رضوان مراسلنا من عدن، شكرا لك.